بسم الله الرحمن الرحيم. هذه محاضرة الثانية التكملة للبكتيريولوجي عن الجرام بوزيتيف كوكاي. احنا شرحنا عن مختبر الاستاف وشفنا انه اكو فرق بينها وبين الستافيلوكوكس ابيديرميدس وغيرها. هسه راح ناخذ بعض الامراض اللي تسببها هذه الانواع من البكتيريا او الانواع التابعه الى الستافيلوكوكس. الستافيلوكوكس طبعا والستريبتوكوكاي. هنا اكو فد ملاحظه بالنسبه لي العديد من الطلاب ما يعرفها. من نقول ستافيلوكوكس ستريبتوكوكس هذه معناتها هذا جنس. اما الستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي فهي المجاميع البكتيرية اللي تنتمي الى جنس الستافيلوكوكاي، فهي المجموعة وليس بصفة جنس. فإذا الجرام بوزيتيف كوكاي بها أنواع مختلفة، منها الستافيلوكوكاي أند ستريبتوكوكاي، المكورات العنقودية والمكورات المسبحية. constitute the main groups of medically important gram positive cocci. بالنسبة إلى الفري ليفينج بكتيريا، بكتيريا حرة المعيشة، راح تكون يا أما جرام بوزيتيف أو جرام نيجاتيف. إذن البكتيريا تقسم إلى مجموعتين رئيسية حسب تقبلها لصبغة جرام، جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف. جرام بوزيتيف تكون بلو والجرام نيجاتيف تكون ريد حمراء، بغض النظر عن شكلها وتجمعها. الجرام بوزيتيف بها كوكاي ورودز. كوكاي جمع، كوكاس مفرد، اللي هي المكورات او تكون بشكل عصيات رودز. كمثال عليها بالنسبة للكوكاي ستافيلو كوكاس، هذا الجنس بها سبيشيز اللي هي ستافيلوكوكس اوريا، ستافيلوكوكس ابيديرميدس، ستافيلوكوكس سبروفايتيكس. المكورات العنقودية الذهبية، المكورات العنقودية اللي تخص الأدمة وموجودة على أكثر شيء تواجدها على السكين الجلد. أما سبروفايتيكس فهي راح تكون رمية المعيشة، معظمها راح تكون قد تسبب الأمراض للإنسان كونها opportunistic انتهازية. هناك أجناس أخرى راح تكون أيضا هي جرام بوزيتيف كوكاي، من هي انتيروكوكاس مكورات المعوية، بيبتو ستريبتوكوكاس وستريبتوكوكاس. هذا بالنسبة إلى classification of gram positive cocci، تصنيف. طبعا هذا التصنيف البسيط له، لان اكو بعد اجناس تعود للجرام positive cocci. الستافيلوكوكس، الستافيلوكوكاي generally stain dark darkly gram positive، هي راح تصبغ بصبغة جرام stain وتظهر لونها غامق، طبعا بلو. They are round مدورة rather than oval oval يعني بيضاوية، and tend to occur in bunches by bunches like grapes، يعني راح تكون تشبه عناقيد العنب. إذن هي round oval like grapes. Because the growth of staphylococci requires supplementation with various amino acids and other growth factors, they are routinely cultured on enriched media.
containing nutrient broth and or blood. بما أنه هذه البكتيريا تحتاج في نموها تتطلب في حتى تنمو إلى تحتاج إلى supplement. supplement هي مدعمات للنمو. مثل إيش؟ مثل اللي هي أنواع مختلفة من الأحماض الأمينية بالإضافة إلى عوامل النمو. فهذه وين راح تكون متواجدة؟ راح يكون ب أو متوفرة هذه بالأوساط الزرعية الغنية اللي تحتوي على المرق المغذي و أو الدم. مثل ما معروف أنه they are active metabolically، تكون فعالة أيضيا. fermenting carbohydrates، تخمر كربوهيدرات. and producing pigments، تنتج صبغات. that vary from white to deep yellow، اللي تتدرج من اللون الأبيض وإلى اللون الأصفر الغامق. Some are members of the normal microbiota of the skin. يعني normal flora هي جزء من normal flora الموجودة على السكين والميوكاس بميمبرانز الأغشية المخاطية of humans للإنسان. Others cause infections، بينما البعض الآخر راح يتسبب الإصابة. Staphylococci are facultatively anaerobic organisms، يعني لا هوائية اختيارية. They produce catalase، تنتج الكاتاليز، لذلك هي تنطي كاتاليز test positive، which is one feature that distinguishes them from the catalase negative staphylococci، وبذلك راح يتم عن طريق هذا الاختبار أنه أميزها عن المكورات المسبحية اللي هي سالبة لاختبار الكاتاليز أو الغير المنتجة للكاتاليز. staphylococci are hardy، being resistant to heat and drying. الستافيلوكوكاي معروف عنها أنها تقاوم الحرارة والجفاف، طبعا بالإضافة إلى هذا هي مقاومة للأملاح. and thus can persist، لذلك فهي موجودة for أو تبقى for long periods on vomits in inanimate objects، يعني هي راح تكون متواجدة على الأشياء الغير الحية لفترة طويلة. ليش؟ إنها تقاوم الحرارة والجفاف، which can then serve as sources of infection، وبالتالي فإنه هذه الأشياء الغير الحية راح تعتبر هي مصدر للعدوى ونقل هذه البكتيريا. frequent hand washing before and after contact with the food or potentially infected individuals decreases the transmission of staphylococcal disease. لذلك التكرار أو غسل الأيدي المتكرر قبل وبعد ملامسة الغذاء فرح يقلل من انتشار هذه البكتيريا. The genus Staphylococcus has at least 45 species، موجود من عدها 45 نوع ينتمي إلى جنس Staphylococcus. The three most frequently encountered species of clinical important are، ما هي الأنواع التابعة إلى جنس Staphylococcus اللي تكون هي أهم الأجناس طبعا المعروفة بكونها أنها تسبب الأمراض للإنسان أو الحيوان. هي Staphylococcus aureus، Staphylococcus epidermidis، Staphylococcus saprophyticus. Staphylococcus aureus راح تكون الصفة المميزة إلها عن البقية هي راح تكون coagulase positive، يعني
تنتج الأنزيم اللي يسبب تجلط بعد ما أخذنا مثل البارحة شرحنا بالمختبر أو الجزء العملي، شرحنا أنه عند إضافة الستافيلوكوكس أوريوس إلى الربط أو هيومن بلازما ونحضنها، طبعا نسوي من عند التخافيف لنخففها بالنورمال سلاين ونضيفها إلى البلازما وبعدين نحضنها. شرحنا إذا كانت البكتيريا كونت كلوت تخثر أو تجلط لي معناتها تكون الفايبرين، إذن هذا بوزيتيف. شنو الكوغيوليز بوزيتيف؟ الكوغيوليز هو an enzyme، هو إنزيم that causes saturated plasma to clot، يعني راح تحول البلازما تسبب تكون بالتجلط نتيجة تكون الفايبرين، تحول الفايبرينوجين إلى فايبرين. طبعا هاي تتم بوجود أيونات الكالسيوم وأخذناها بشكل معادلة which differentiates it from the other species يعني وبالتالي فإحنا راح نقدر نميز البكتيريا الستافيلوكوكس عن بقية الأنواع البكتيريا اللي تنتمي إلى الستاف عن طريق انزيم او اختبار الكوغيوليز. فراح تنطي الستافيلوكوكس اوريوس شنو؟ كوغيوليز تيست بوزيتيف. ذا كوغيوليز نيجاتيف ستافيلوكوكاي، هناك انواع تابعه الى جنس الستافيلوكوكاي لكن تكون غير منتجه للكوغيوليز فتنطي كوغيوليز نيجاتيف، يرمزوا لها سي او ان اس اللي هي كوغيوليز نيجاتيف سترين أو ستافيلوكوكاي سترين are normal human microbiota and sometimes cause infection especially in very young. إذن الكوغيوليز نيجاتيف ستافيلوكوكاي CONS هي تعتبر كنورمال فلورا موجودة على أو جسم الإنسان. احيانا مثل ما قلنا راح تكون هي opportunistic يعني تسبب الاصابه المرضيه كونها انتهازيه خاصه عند الاطفال او عند منو الكبار بالعمر او راح يكون منو الاميونو كومبرومايزد بيشنت المرضى او الاشخاص اللي يكون عندهم انخفاض بالمناعة. Approximately 75% of these infections caused by coagulase negative staphylococci. العديد من هذه الإصابات 75% من عدها تقريبا راح يسببها تسببها الأجناس أو الأنواع التابعة إلى الستافيلوكوكاس اللي تكون هي negative لاختبار الكوغيوليز أو الغير المنتجة لأنزيم الكوغيوليز. منيا هذه الكوغيوليز نيجاتيف ستافيلوكوكاي هي الستافيلوكوكاس إبيديرميدز والستافيلوكوكاس، طبعا هذا لازم تكون حرف S كبيرة، أوكي. الستافيلوكوكاس سابروفاتيكاس is a relatively common cause of urinary tract infections in young women although it rarely causes infections in hospitalized patients. إذن هي راح تسبب urinary tract infection UTI خاصة عند النساء الشابات وكذلك راح تسبب الأمراض اللي تنتقل عن طريق المستشفيات. الستافيلوكوكس أوريوس راح نجي إلى المورفولوجي والستركتشر مالتها. In a growing culture شلون راح تكون الخلايا مالت الستافيلوكوكس أوريوس؟ إحنا مثل ما قلنا الستافيلوكوكس أوريوس راح تكون هي gram positive cocci وتشبه like grapes and regular in size، تكون يعني منتظمة في حجمها fitting together in clusters يعني متواجدة مع بعضها البعض بشكل عناقيد with the precision of pool balls in order يعني كافي تقول موجودة in clusters
الاجريجيشن مالتها او التجمع مالتها راح يكون كلاسترز او لايك جريبس، يعني تشبه انجود العنب. In order in older cultures، يعني في المزارع القديمة يعني culture media، لما احنا نزرع عليها البكتيريا الستافيلوكوكس اوريوس ونتركها بحيث تصير هاي يعني زرع قديم. In resolving lesions and in the presence of some antibiotics، وبوجود كمية أو تركيز معين من الانتيبيوتيك، the cells often become more variable in size، راح تكون حجمها متغير، يعني دائرة واحدة كروية صغيرة واحدة كروية كبيرة وهكذا. And many lose their gram positivity، وراح تفقد خاصيتها لتصبيغها باللون الأزرق. ليش؟ نتيجة حدوث تحلل في مكونات جدار الخلية البكتيرية. The cell wall of Staphylococcus aureus consists of a typical gram-positive peptidoglycan interspersed with molecules of ribitol tyquic acid. الجرام بوزيتيف بمعنى هي جرام بوزيتيف بكتيريا، لذلك فانه جدار الخليه للستافيلوكوكس اوريوس يحتوي على شنو؟ بيبتيدو جلايكان مرتبط ويا من؟ ويا ريبيتول تايكويك اسيد which is antigenic. اذا هذا شلون راح يكون antigenic؟ يعني الها القابليه على ان شنو؟ يحفز الاستجابة المناعية. And relatively specific for Staphylococcus aureus، ويحيكون بالتحديد نوعية لجرثومة أو بكتيريا Staphylococcus aureus. In most strains، في بعض السلالات، the peptidoglycan of the cell wall is overlaid with surface proteins. One protein اللي هو protein A. بعض السلالات من الستافيلوكوكس اوريوس راح تحتوي على بروتين موجود على سطحها اللي هو بروتين A. هذه هي الستافيلوكوكس اوريوس جرام بوزيتيف، تكون تجمعها يشبه عنقود العنب اللي هي كلاستر او لايك جريب. جنرالي significant host compromise is required for staphylococcus infection such as a break in the skin or insertion of foreign body. For example, wounds, surgical infections, or central venous catheters, an obstructed hair follicle, اللي هو folliculitis, or compromised immune system. إذن منين تجينا الإصابة بالنسبة للستافيلوكوكس أوريوس infection؟ كيف تحدث الستافيلوكوكس أوريوس infection؟ لح يحدث بعد حدوث جرح أو شق بالجلد، insertion of foreign body اللي هو إدخال جزء أو جسم غريب، مثل حدوث الجروح، جرح يعني بآلة حادة، بلانسيت، بنيدل، بأشياء حادة يعني، تكون طبعا ملوثة. surgical infections أو بعد طبعا حتى بعد العمليات تحدث الإصابة بالستافيلوكوكس أوريوس. أيضا لح يحدث عند استخدام الكاثيتر. أوكي. أيضا راح تسبب وجود الستافيلوكوكس أوريوس، مرات نشوف أكو التهاب على يصير مثل الحبة، وبعدين اللي هي الأكني، بعدها تبدي تكبر هذه الحبة أو تصير تقرحات بها، نتيجة أنه هذه البكتيريا توصل إلى الحويصلة الشعر وتسبب التهاب بهذه المنطقة. أوكي، فهذا شي يسموها hair follicle infection اللي هو folliculitis، التهاب الحويصلات.
وتسبب انسدادها، فبعد ما تطلع المواد الدهنية والعرق إلى الخارج فتتجمع إلى الداخل، بالتالي راح تسبب الانفكشن والالتهاب. أيضا راح تسبب compromised immune system. Staphylococcus aureus disease maybe، يعني كيف يحدث إذن المرض؟ راح result of actual invasion infection، يعني راح يكون ناتج من إصابة غزو حقيقية. Overcoming host defense mechanisms، فراح يصير overcome يعني تتغلب البكتيريا على الميكانيكيات الدفاعية للمضيف. And the production of extracellular substances which facilitate invasion، وإنتاج مواد خارج خلوية التي facilitate يعني تسهل عملية الغزو. شنية مثل إيش؟ مثل التوكسينات والأنزيمات طبعا. Okay. A result of toxins، كنتيجة إنتاج هذه البكتيريا للتوكسينات. In the absence of invasion infection، هذا رح يسموه pure toxicosis. A combination of invasion infection and intoxication، يعني في بعض الأحيان البكتيريا تكون منتجة للتوكسينات لكن ما تسبب غزو للمكان اللي هي موجودة به، زين؟ فإذا هذا pure toxicosis. أما بالنسبة بعض الأحيان راح يصير invasion، يعني غزو للمكان اللي هي موجودة بالبكتيريا، ويصير intoxication تسمم في هذه المنطقة. epidemiology الوبائية. Staphylococcus aureus is frequently carried by healthy individuals، راح تكون هي محمولة بشكل متكرر عند الأفراد الأصحاء. وين موجودة؟ on the skin، على الجلد، and mucous membranes، والأغشية المخاطية. طبعا هي أكثر شيء موجودة على الجلد والأنف، زين، المنخرين. الكاريرز اللي هم الحاملين البكتيريا بدون أن تظهر عليهم الأعراض المرضية serve as a source of infection، يعتبرون هم مصدر للإصابة. To themselves، لنفسهم، and others، وللبقية. For example، by direct contact، شلون راح تنتقل هذه البكتيريا من الكارير إلى الأشخاص الآخرين؟ عن طريق التلامس المباشر، or contamination of food، تلوث الغذاء. فنشوف هذه البكتيريا راح تسبب تسمم الغذائي نتيجة انتقال البكتيريا من أنف الشيف إلى الغذاء بعد الطهو أو أثناء بالزلاطة وغيرها. Which can then result in food poisoning، وبالتالي راح تسبب التسمم الغذائي. Pathogenesis الإمراضية. Virulence factors عوامل الفوعة are the genetic, biochemical or structural features that enable an organism to produce disease. العوامل اللي هي الوراثية، البيوكيميكال اللي هي الكيمياء حيوية، والتراكيب يعني اللي موجودة أو تمتلكها البكتيريا راح تمكنها من أن تسبب شنو، تمكن هذه البكتيريا أن تنتج المرض. إذن هذا هو virulence factors اللي هي عوامل الفوعة. The clinical outcome of an infection depends on the virulence، إذن حتى تتغلب التغلب السريري يعني حتى تتغلب البكتيريا على الشخص ومناعة الشخص وتسبب الإصابة، كيف رح يحدث هذا؟ رح يحدث على أو يعتمد على depend on the virulence of the pathogen، رح يعتمد على فوعة الباثوجين.
البارولنس اللي هي الأسلحة اللي تمتلكها الستافيلوكوكس حتى تأهلها أن تتغلب على الجهاز المناعي للشخص وبالتالي إحداث الإصابة. And the opposing effectiveness of the host defense mechanisms وبالتالي راح تأثر طبعا شنو؟ بالتالي هذا راح ينعكس على ميكانيكيات الدفاع الهوست المضيف. Staphylococcus aureus هذه لازم تكون مائلة يعني اسم علمي أو تكتبون تحت خط expresses many potential virulence factors تعبر يعني عندها الجينات اللي تشفر حتى تكون البروتينات انزيمات إلى آخره اللي إلها الدور بعملية شنو إلها الدور بال الباثوجينيسيتي وهذه تعتبر هي عوامل فوعة. الملاحظة note coagulase activity results in localized clotting which restricted accesses by polymorph nuclear neutrophils and other immune defenses. For the maturity of the diseases caused by Staphylococcus aureus, pathogenesis depends on the combined action of several virulence factors. إذن هنا عدد ال virulence factors اللي تمتلكها البكتيريا Staphylococcus aureus حتى تحدث أو تسبب المرض. أول شيء شنو عندنا؟ cell wall virulence factors, capsule protein A, fibronectin binding protein البروتينات مرتبطة بالفايبرونكتين و cytolytic exotoxins وعندنا ليكوسيدين سوبر انتيجين exotoxins انتيروتوكسينز توكسيك شوك سيندروم توكسين اللي هو TSST1 exfoliation او exfoliative toxin ET اوكي هذه كلها هي تعتبر عوامل الفوعة اللي موجودة ببكتيريا Staphylococcus aureus حتى تأهلها أنها تسبب الإصابة. نجي إلى الكبسول. Most clinical isolates الكبسول بالنسبة للStaphylococcus aureus راح تتكون من البولي ساكارايد. أوكي؟ فيسموها مايكرو كبسول أو أنها تتكون من خمسة أنواع أو هي يعني من النوع الخامس أو الثامن. of types 5 or 8 يعني كبسول شنو بيها طبيعة هاي الكبسول من ايش تتكون من البوليساكرايد بعد شنو فائدة هاي الكبسول الفائدة مالتها هي resistance to phagocytosis تقاوم عملية البلعمة اوكي طبعا بالاضافه الى مقاومه لعمليه البلعمه راح تعطيها صفه الاتاتشمنت او تساعدها على شنو الاتاتشمنت مع الهوست سيرفيس الالتصاق مع السطح الخليه يعني مو بس المقاومه اوكي كلينيكال ايزوليتس برودوس كبسول بات اكسبريشن از رابيدلي لوست يوبون in vitro cultivation يعني هذه ممكن انه تفقدها بالزرع خاصه طبعا الزرع المتكرر بروتين A هو شنو هو المكون الرئيسي major component of staphylococcus aureus cell wall المكون الرئيسي لجدار الخلية staphylococcus aureus it binds to the fc foreign راح يرتبط مع ال fc منطقه ال fc لمنو ال IgG زين فراح يحدث شنو strongly antiphagocytic effect عندنا راح نجي الى الفايبرونكتين binding protein اللي هي الفايبرونكتين شنو هو يرمزوا له FNBP and other staphylococcus surface proteins promote هذا شنو الفائده مالتها انه يحفز على الميوكوسال سيلز and tissue matrix فهذه هي
او هذا هو البروتين اي، وهنا ارتباطه راح يكون مع الانتي بادي. اوكي، فهذا راح شرح يكون، هذا راح يعتبر الى دور ضد عمليه البلعمه. اما الفايبرونكتين بايندينج بروتين هو البروتين الذي يرتبط مع الفايبرونكتين اللي هو اف ان بي بي. هذا طبعا بروتينات موجوده على يسموها السيرفيس بروتين. ستافيلوكوكا سيرفيس بروتينز بروموت بايندينج تو ميوكوسال سيلز اند تيشو ماتريكس. هذه راحت من البروتينات الموجوده على سطح الستاف. شنو فائدتها هذه؟ هذه راح ترتبط مع الخلايا المخاطية والأنسجة. بالنسبة للآخر اللي هو سايتولايتيك إكسوتوكسينز اللي هي التوكسينات اللي تسبب تحلل الخلايا، هذه هذا النوع من التوكسينات الخارجية اللي تنتج من داخل إلى خارج الخلية الستاف تهاجم أتاك ماميليان سيل الخلية اللبنية أو بالخلايا الثدية including red blood cell membranes. إذن هي راح تهاجم غشاء الخلية في الماميليان and are often referred to as hemolysins. لذلك بما أنه هي راح تهاجم الغشاء الخلوي لخلايا الدم الحمر، لذلك فهذه راح تعتبر هي أو تسمى تسمية أخرى اللي هي الهيمولايسينز اللي هي السموم المحللة للدم. ليكوسيدين، ليكوسيدين هنا سموم تقتل، ليكو يعني أبيض، الليكوسيدين هي السموم اللي تقتل أو تحطم الخلايا البيضاء. This pore-forming toxin lyses polymorph nuclear cell. يعني هي السموم اللي تسبب ثقوب في الأغشية، وبالتالي راح تحلل خلايا البوليمورف النيوكليار سيل. Production of this toxin makes strains more virulent. طبعا كل ما كانت البكتيريا تحتوي على أو تكون منتجة للسموم والإنزيمات، كل ما كانت هذه إمراضيتها أعلى. لذلك فوجود هذا النوع من السموم راح ينطيها سلاح قوي للبكتيريا، تعتبر كمور، تعتبر هذه السلالة مور فيرولنت، أكثر إمراضية. This toxin، هذا النوع من السموم is produced predominantly by community acquired methicillin resistant staphylococcus aureus. هذا من راح ينتجها، راح ينتجها نوع من الستافيلوكوكس أوريوس اللي يسموها المقاومة للمثيسيلين، ام يسموها ام ار اس اي. سوبر انتيجين اكسوتوكسينز، شنو سوبر انتيجين؟ يرمزوا له اس اي او اس انتيجين، اس اي جي ار ا كلاس اوف انتيجينز، هي صنف من اصناف الاجسام المستضدات antigens that cause non-specific activation of T cell اللي تسبب شنو؟ تنشط T cell resulting in polyclonal T cell activation and massive cytokine release. بعد أن تتنشط T cell راح ينتج هذه عنها polyclonal من التي سيل المنشطة، وبهذه بالتالي راح تحفز على تكوين السيتوكينات من الخلايا المحفزة. هذا هو سوبر انتيجين كيف يربط مع الخلايا، وبالتالي راح ينشط التي سيل.
عندنا الانتيروتوكسينز. الانتيروتوكسينز هي سموم المعوية. الانتيروتوكسينز موجود من عندها 6 أنواع اللي هي 6 major antigenic types اللي تكون طبعا لها القدرة على إنتاج الانتيبادي ضدها اللي هي عندنا الـ A, B, C, D, E و G are produced by approximately half of all Staphylococcus aureus isolates. When these bacteria contaminate food, عندما هذه البكتيريا راح تلوث الغذاء and are allowed to grow, بالتالي راح تبدي تنمو, they secrete enterotoxin. إذا هي راح تنتج هذه التوكسينات ingestion بعد عملية بلع الطعام of which can cause food poisoning, وبالتالي راح تسبب التسمم الغذائي. إذن هذا الأنواع من السموم هو ينتج وين بالغذاء بسبب وجود Staphylococcus aureus راح يسبب الفود poisoning. Note ملاحظة the toxin stimulates راح هذا السم بما أنه هو سم معوي وراح يسبب الفود بويزنينج فإنه راح يحفز على شنو vomiting center in the brain راح يحفز مراكز التقيؤ بالدماغ كيف by binding to neural receptors بارتباطها مع المستقبلات العصبية in the upper gastrointestinal tract اللي موجودة بالجهاز الهضمي العلوي. Enterotoxins are super antigens. Enterotoxins راح يعتبر هو super antigens. كيف؟ That are even more heat stable. راح يكون ثابت بالحرارة than Staphylococcus aureus. Therefore, organisms are not always recovered from incriminated food, but the toxin may be recovered. يعني في بعض الأحيان احنا ما نقدر نعزل البكتيريا من هذا الغذاء لكن نقدر نعزل التوكسين اللي موجود بالغذاء. النوع الاخر من السموم اللي تنتجها الستافيلوكوكس اوريوس هو توكسيك شوك سيندروم توكسين اللي هو TSST1 من اسمه السم اللي يسبب شوك. This is the classic cause of toxic shock syndrome. إذن هذا التوكسين شي سبب toxic shock syndrome. هذه هي أعراض التوكسيك شوك سيندروم. أوكي. هذه صور أخرى إلها. عندنا التوكسين الاخر هو الاكسفولييتين او الاكسفولييتين هذا الاكسفولييتيف توكسين. الاكسفولييتيف توكسين يرمز له بالاي تي از اولسو سوبر انتيجين. ات كوزز سكالدد سكين سيندروم ان تشيلدرن. فايش راح يسمونه الديزيز اس 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 سيندروم اللي هي شنو سكالدد سكين سيندروم اللي هو يصير مثل التقشر. هسه راح نشوف له صورة. هذه كلها هي شنية شوف التقشر. طبعا عادة يحدث هذا عند children أكثر من نادرا ما يصير عند البالغين. Okay. The toxin eclipses يعني يشتر هذا السم يشتر الديسموغلين 1 which in which is a component of desmosomes اللي هي احدى مكونات الديسموسومات اللي هو الديسموسوم هو شنو cell structures specialized for cell to cell adhesion. اذا هي تراكيب خاصة تستخدم لربط الخلية مع خلية اخرى. اوكي. Cleavage results in loss of the superficial skin layer. نتيجة لهذا الشيء راح يصير هذا الانشطار يعني تتفكك الخلايا فبالتالي راح يصير شنو superficial skin loss of the superficial skin layer يعني راح تفقد
الطبقة السطحية من الجلد. هذا هو السوبر أنتيجين، وكيف ارتباطه يساعد على تحفيز التي سيل، وبالتالي راح ينتج الانترلوكين 2 تي ان اف اللي هو تيومر نكروسيس فاكتور الى اخره. طيب نجي هسه الى الكلينيكال سيجنيفيكانس، ما هي العلامات السريريه اللي تسببها او الناتجه من اصابه الستافيلوكوكس اوريوس للجسم؟ طبعا اكمون انتري point into the body is a break in the skin. أكثر شيء تدخل البكتيريا إلى الجسم عن طريق التشقق أو شقوق بالجلد. أيضا بعد شنو؟ needle stick or surgical wound. بعد طرق الدخول إلى other portal of entry is the respiratory tract، راح تدخل عن طريق الجهاز التنفسي. For example staphylococcus pneumoniae or staphylococcal pneumonia is an important complication of influenza. هنا بالنسبة عندنا the localized host response، هنا راح يصير عندنا استجابة مناعية في مكان الحدوث أو في مكان دخول البكتيريا، راح تصير الاستجابة المناعية ضد البكتيريا نفسها، فهذا شرح يسموه يسبب الانفلاميشن. characterized by swelling، انتفاخ أو تورم، accumulation of pus، تجمع القيح، necrosis of tissue، تنخر الأنسجة. الفايبروبلاست and their products may form a wall around the inflamed area. الفايبروبلاست اللي هي المولدة للفايبرو سيل، يعني الفايبروبلاست and their products ومنتجاتها may form، شو راح تكون؟ form a wall، راح تكون كجدار حول منطقة أو المنطقة الملتهبة أو هي المنطقة اللي صار بها التهاب. which contains، إذا هذه المنطقة اللي صار بها التهاب شنو بها؟ اللي صار بها pus، راح يحتوي على بكتيريا which contains bacteria and leukocytes، راح يحتوي على بكتيريا وخلايا الدم البيض. this creates a characteristics أو a characteristic pus filled pile boil or abscess. هنا راح تكون راح تتكون بثرة boil مملوءة بالباس، أو هذا راح يسمونه abscess يعني الخراج. serious consequences of staphylococcal infections occur when the bacteria invade the bloodstream. قد تتوقف الإصابة عند حدوث البثرة، أو قد تدخل إلى البكتيريا تغزو البلودستريم اللي هي تغزو المجرى الدم. The resulting septicemia، وبالتالي هو شنو راح يسبب؟ septicemia. شنو septicemia؟ هو the presence and persistence of pathogenic microorganisms or their toxins in the blood. هو وجود وبقاء الكائن الحي المجهري الممرض أو سمومه في الدم. اوكي، اذا سبتيسيميا هو تسمم الدم، may be rapidly fatal، يعني راح يكون هذا شنو؟ قاتل. اما البكتيريميا ايضا ممكن انه تسبب بكتيريميا. البكتيريميا هو وجود البكتيريا في الدم، وهذا يسموه تجرثم الدم. اذا البكتيريميا the presence of viable bacteria circulating in the bloodstream، وجود البكتيريا الحية اللي تدور وتتحرك في مجرى الدم. may result in seeding internal abscess، راح تنتج أيضا هذه خراجات داخلية، skin lesions آفات جلدية، or infections in the lung، ممكن توصل إلى الرئتين وتسبب الإصابة بالرئتين، kidney، كلى، الهارت، القلب، سكيليتال مسل اللي هي العضلات الهيكليه، اور مينينجس اللي هي السحايا. هذه هي الديزيز كوزد او ديزيزز كوزد باي ستافيلوكوكس اوريس.
توكسيك شوك سيندروم، سكالدد سكين سيندروم، فود بويزنينج، هذه أهم الأمراض اللي تسببها. بعد إيش راح تسبب؟ كارديو فاسيكولار، يعني راح تصيب الأوعية القلبية فتسبب الإندوكاردايتس والسبتيسيميا، وتصيب أيضا تسبب الأوستيوميليتس اللي هي التهاب العظام، والأرثرايتس التهاب المفاصل، أيضا تسبب النيمونيا. تمام. سيلولايتس، إمبيتيجو اللي هو مرض القوباء، وأيضا الوند إنفكشن، تراماتيك سيرجيكال إلى آخره. اللابريتوري فيتشرز الموجود بالعملي بشكل مفصل. السبيسيمنز طبعا النموذج راح يعتمد حسب المكان اللي انت تريد تعزل به البكتيريا، وتتوقع انه هنا البكتيريا موجودة في هذا المكان تجمعها الى اخره. راح يكون هو الباس اذا كان عندك بثرة او حبة بويل، سوابس from infected site من المناطق المصابة، سبيوتم إذا كان عندنا شخص مصاب بالتهاب الرئتين، السي اس اف اللي هو سيبروسباينال فلويد إذا كان الشخص نتوقع أنه عنده منينجايتس إلى آخره، بلاد فور كلتشر وأيضا الدم لأغراض. كلها هذه راح السامبلز راح نأخذها لأغراض الزرع. بعد شنو عندنا؟ فيسز اللي هو الخروج، vomit تقيؤ، and the remains of food when وبقايا الطعام، يعني التقيؤ وبقايا الطعام الموجودة ممكن احنا نطلعها من المعدة او اللي تخرج اثناء ال vomiting when food poisoning is suspected، عند حدوث التقيؤ اثناء عملية او اثناء حدوث التسمم الغذائي. المورفولوجي طبعا مثل ما تعرفون الاستافيلوكوكاي قبل شوية قلنا هي جرام بوزيتيف كوكاي، يونيفورم سايز كلها متساوية تقريبا او متماثلة بحجمها، اوكرين كاركترستيكالي ان جروبز موجودة بشكل مجاميع، بات اولسو سينجل اند ان بيرز موجودة بشكل مفرد او بشكل زوجي، نون موتل تكون غير متحركة. على البلاد اغار، تشوكليت اغار، البلاد اغار وتعيش على الشوكولات أجار اللي هو heated blood، يعني نضيف الدم إلى الوسط وهو حار، يكون درجة الحرارة مالته بين 70 إلى 80 درجة مئوية، فراح تكسر كريات الدم الحمر ويتحول لون الوسط من الأحمر إلى الجوزي، فبعد ما نسمي blood أجار نسمي شوكولات أجار. شلون راح تكون شكلها؟ Staphylococcus aureus produces yellow to cream or occasionally white from 1 to 2 millimeter in diameter colonies after overnight incubation. راح تنتج مستعمرات لونها أصفر كريمي، القطر مالتها 1 إلى 2 مليمتر بعد أن نحضنها ليلة كاملة. بعد وين راح نزرعها؟ على المانيتول سولت أجار، وقلنا هذا الوسط يحتوي على الملح NaCl، وبعد على سكر المانيتول، وبعد ايش يحتوي؟ على طبعا الكاشف انديكيتر. يوسفول سيلكتيف ميديوم فور ريكفرينج ستافيلوكوكس اوريوس فروم فيكال سبيسيمنز وين انفستيجيتينج Staphylococcal food poisoning. هذا طبعا من الأوساط اللي هي تعتبر selective، وشنو بعد تم شرحها بالعملي selective انتقائي، لأنه راح يعزل لنا Staphylococcus aureus ويكون differential. ليش؟ لأنه راح يميز بين Staphylococcus aureus المخمرة للمانيتول عن بقية الأنواع اللي Staphylococcus السبروفايتيك الابيديرميدس اللي تكون غير مخمرة لسكر المانيتول، فتظهر استافيلوكوكس صفرة، أما الاستافيلوكوكس ابيديرميدس راح تظهر وردية. زين، it can also be used to screen for nasal caries، يعني احنا هذا راح نستعمله في الحالات اللي نريد بها نزرع فيكال سبيسيمن البراز، لما يكون الشخص عنده تسمم الغذائي، وممكن أيضا لح ناخذ
مسحة من الأشخاص اللي هي نيزل سواب من الكاريرز اللي هم الحاملين للبكتيريا بالأنف، ونزرعها مباشرة على المانيتول. Staphylococcus aureus ferment، تخمر سكر المانيتول، مانيتول، and is able to grow on agar containing from 70 to 100 gram per liter sodium chloride. يعني تقدر البكتيريا تعيش على هذا الوسط اللي يحتوي على من 70 إلى 100 غرام لكل لتر يحتوي عليه NaCl. مانيتول سولت أغار يحتوي على إشقد مثل ما قلنا، هو من 70 إلى 100، يعني تقريبا 75 غرام لكل لتر يحتوي على NaCl. بعد لازم شو نضيف له؟ بلس 4 ملي جرام بير لتر من الميثيسيلين حتى يثبط كل أنواع الأحياء المجهرية ويبقي الستاف. هنا هذا مهم لعزل الأنواع اللي هو المرسى اللي هي ميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس أوريوس. زين، بعد ايش راح نسوي لها؟ بايوكيميكال تيست، راح تكون ستافيلوكوكس أوريوس كوجوليز بوزيتيف، كاتاليز بوزيتيف، دي ان ايز بوزيتيف. اما الانتي مايكروبيال سسبتيبيليتي راح نسوي لها فحص الحساسيه للمضادات الحياتيه. الانتي بايوتيك اللي يكون اكتف ضد الستافيلوكوكس أوريوس تشمل البنسلين، فانكومايسين، ماكروليد، سيفالوسبورينات، فيوسيديك أسيد. فيوسيديك أسيد يصير موجود بشكل عصارات ويحطوها على المكان اللي يحتوي على البثور والحبوب مثل حب الشباب إلى آخره. Most strains of Staphylococcus aureus particularly hospital strain، خاصة السلالات المعزولة من المستشفيات، راح تقاوم resist to penicillin. ليش؟ ليش؟ due to the production of a plasmid coated beta lactamase، بسبب انه هذه الستافيلوكوكس اوريوس تحمل الجينات موجوده بالبلازميدات اللي تشفر حتى تنتج البيتا لاكتيميز. فالبيتا لاكتيميز لها القدره على التحلل او تحلل البنسلين، لذلك البكتيريا الستافيلوكوكس اوريوس معروفه بمقاومتها للبنسلين. هذا شرحناه هسه، المرسى اللي هي النوع اللي يكون يقاوم الميثيسيلين. Other pathogenic staphylococcus species، قلنا الستافيلوكوكس سابروفايتيكاس والإبيديرميدس، هذه راح تسبب عادة الـ UTI urinary tract infection، ومثل ما قلنا راح تسبب أيضا طبعا in sexually active women، بالنساء اللي هم عندهم نشاط جنسي أو يعني الشابات بشكل عام. Staphylococcus epidermidis، بما أنه هذه epidermidis فهي موجودة على الجلد، تسبب أيضا ممكن توصل إلى القلب وتسبب الإندوكارديتس والبكتيريميا، التهاب غشاء القلب وتجرثم الدم، خاصة بعد الانفكشن following infection of cannula، بعد ما تكون الكانيولا ملوثة، أو يكون الكاثيتر ايضا ملوثة. زين، الفيرولنس فاكتورز بالنسبة للستافيلوكوكس ابيديرميدز انه راح يعتمد على السليم لاير، سليم لاير اراوند ذا بكتيريا، يعني مثل اللي هي شنية الكبسولة. إذن شنو فائدة السليم لاير الموجودة حول البكتيريا؟ جدار الخلية البكتيرية، طبعا هو يتكون من البوليساكرايد مثل ما قلنا، راح يحفز على الالتصاق بالأسطح البلاستيك، إذن بروموت أدهيرنس تو بلاستيك سيرفيس. بعد انكريز ريزيستنس تو باثوجينيسيس، راح يزيد المقاومة للإمراضية. انهبتس اند، راح يثبط دخول الانتيبيوتيك الى الخليه البكتيريه. انهبتس انترنس اوف انتيبيوتكس تو ذا سيل. مايكروسكوبيكالي الستافيلوكوكس سابروفايتيكاس والابيديرميدس تشبه بالضبط الستافيلوكوكس اوريوس. اما بالنسبه الى الزرع،
فراح تكون السافلوكوكس ابيديرميدز وايت، المستعمرات مالتها وايت بيضة، ونون هيموليتيك غير محللة أو غير محللة للار بي سي. زين، اما بالنسبة ايضا الى السابروفايتيكاس فتح تكون ايضا تقريبا مشابهة للابيديرميدز، تكون وايت تو يلو، وايضا نون هيموليتيك. طبعا هنا النمو لا تنمو على الماكونكي اغار، not occur on ماكونكي اغار. ليش؟ لان بي املاح املاح البايل سولتس اللي هو املاح الصفراء، لكن بعض السلالات تنمو ويصير النمو مالتها خفيف، يعني المستعمرات تصير ناعمه. الكوجوليز هو نستعمله كاختبار للتمييز بين ستافيلوكوكس اوريس وبقية الأنواع، فتنطينا الستافيلوكوكس سابروفايتيكس والإبيديرميدز كوجوليز يكون عندها نيجاتيف. وهذا سؤال ميز بين الستافيلوكوكس اوريس وإبيديرميدز والسابروفايتيكس، فرح يكون التمييز عن طريق الكوجوليز، هذا رح ينطي بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، والدي ان ايز بوزيتيف هذا ينطينا بوزيتيف ويك، لكن أكثر السلالات تعطينا نيجاتيف. هنا نيجاتيف المانيتول من هي المخمرة للسكر المانيتول، وتنطينا لون وردي العفو أصفر على المانيتول سولت أجار، راح يكون هذه سافلوكوكس أوريس بوزيتيف وسابروفاتيكاس وهذا نيجاتيف. النوفو بايوسين أيضا راح يستعملوا كأنتيبيوتيك للتفريق بين الأنواع، فالنوفو بايوسين هنا سنسيتيف ريزيست.